يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، فيها كواليس كتير وحقائق ومعلومات هامة جدا، مهم جدا إن جمهور النادي الأهلي يطلع عليها ويعرفها بتفاصيل، وده دورنا دائما وأبدا زي ما حضراتكم متعودين من خلال برنامجنا. كمان عايزين نبارك لكل جمهور الأهلي بعد الفوز بالأمس على فريق أسوان بنتيجة 3-0، فوز معنوي هام جدا في إطار مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، وقبل مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الزمالك يوم السبت القادم في برضو بطولة الدوري، وهتبقى مباراة قوية بكل تأكيد، وعندنا تفاصيل وكواليس كتير جدا هنتكلم فيها فيما قبل هذه المباراة تحديدا. لكن النهاردة أكيد في سؤال للحلقة كما هو المعتاد، وسؤالنا النهاردة اللي حضراتكم هتتواصلوا معنا من خلاله على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك وإنستجرام. السؤال بيقول: هل تتوقع حدوث تغييرات في تشكيل النادي الأهلي في مباراة الزمالك؟ هنشوف تفاعلاتكم هتكون إيه وتوقعاتكم هتكون إيه مع نهاية حلقة اليوم. في البداية نشوف أهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي: إصابة محمود متولي بقطع جزء في الرباط الصليبي. في الترند المحلي: ثلاث مباريات في الدوري اليوم. واخيرا في الترند العالمي: مواجهه بين باريس سان جيرمان ولايبزيغ في نصف نهائي اوروبا. طيب، فقره ترند الترند اللي دايما حضراتكم بتستنوها وبتبقوا عايزين تعرفوا الجديد من خلالها، واحنا بنحاول بقدر المستطاع في الحقيقه ان احنا نقول لحضراتكم اي معلومه جديده او اي حقائق او حكايات بتكون مهمه لازم تكونوا انتوا عارفينها، لان ده طبعا حقكم على قناة الاهلي، او ده الطبيعي ان احنا لازم نقدمه لحضراتكم عشان يليق بيكم دايما. عايز ابتدي بحكاية، عندي معلومات بس انا عايز ابتدي بالحكاية الاول. واحنا على مدار الحلقتين اللي فاتوا من الترند امبارح واول كنا بنتكلم بخصوص بعض اللاعبين اللي بيكون ليهم اراء مختلفة او بيكون ليهم قرارات مثلا من وجهة نظرنا احنا بنشوفها سلبية، واتكلمنا وردينا في حقائق معينة لازم ان احنا نقولها ولازم ان احنا نعرفها للناس يعني. فبالتالي اتكلمنا على شريف اكرامي الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبليها، بعد ما هو طبعا اتكلم في الحساب الرسمي ليه على تويتر في بعض التويتات اللي قالها بخصوص علاقته بالنادي الاهلي، وطبعا حضراتكم عرفتوا تعقيب النادي الاهلي وقرار النادي الاهلي باستبعاد شريف اكرامي من قائمة الفريق فيما تبقى من هذا الموسم، وكده كده عقده كان انتهى. فبالتالي انا النهارده عايز اتكلم بقى على الشق الايجابي، لان بصراحه في ناس لازم تاخد حقها، والكلام ده هيكون من خلال معلومات مؤكده، وممكن الناس اللي انا هجيب اسمهم وهتكلم عنهم دلوقتي ممكن يتفاجئوا بالكلام اللي انا بقوله، وان المعلومات دي ممكن تكون عندنا، واحنا دايما بيكون عندنا المعلومات دي في توقيت حدوثها لكن لازم نطلعها في الوقت المناسب. فمن وجهه نظري المتواضعه جدا ان ده الوقت المناسب اللي لازم نقول فيه لجمهور النادي الاهلي ان الدنيا مش سودة. الدنيا مش سودة، لان البعض بيتكلم على ان بعض ابناء الاهلي انهوا علاقتهم بالنادي بطريقه غير يعني مناسبه، فبالتالي ده مؤشر ان مفيش حاجه اسمها انتماء دلوقتي، ويا جماعه انسوا المقوله اللي بتتقال ان مفيش لعيب في الاهلي بيمضي على بياض وكلام من ده. لا يا جماعه، فيه، وانا هقول لحضراتكم بحقائق مهمه، وفي لعيبه منتميه جدا للنادي الاهلي، في لعيبه بتحب قوي النادي الاهلي، في لعيبه موجودين في قائمه الفريق حاليا ضحوا بحاجات كتير جدا عشان النادي الاهلي، سواء لعيبه من ابناء النادي او لاعبين جدد انضموا للنادي، ولما انضموا عشان اسم الاهلي وعشان جمهور النادي الاهلي. فالدنيا مش سودة. وبالمناسبه برضو قبل ما ابتدي في الحكايه دي انا عايز اقول حاجه مهمه، ان دايما راينا او يعني الطرح اللي بنطرحه على حضراتكم مش اجباري ان احنا راينا لازم يكون صح او ان انتوا تقتنعوا براينا، لا، احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نعرض الحقائق، وحضرتك كمشاهد دورك انك تقيم وتختار انهي الاصح، وجهه النظر دي ولا وجهه النظر دي، لكن احنا دورنا ان احنا دايما نقول لكم ايه الحقائق تحديدا. فبالتالي الانتماء لسه موجود، ممكن يكون بنسبة ما، لكن موجود، في لعيبة بتضحي بحاجات كتير جدا عشان النادي الأهلي، وأنا عايز أقول لحضراتكم بالتحديد. من فترة كده من حوالي
شهر شهر ونص تقريبا ان لم تكن تخن الذاكره. النادي الاهلي اعلن على تجديد تعاقد مسعد سمير احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا، ومحمد الشناوي احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا. لكن دايما الكواليس ما بتبقاش معلنه. انا النهارده هقول لحضراتكم عن الكواليس، وتحديدا عايز ابتدي بسعد سمير، لان بصراحه الولد ده او اللاعب المميز ده الدولي الكبير بيحب الاهلي قوي، وضحى بحاجات كتير عشان النادي الاهلي سواء هو او الشناوي. وانا هحكي حاجه حاجه، وانا هبتدي بسعد سمير. وحضراتكم طبعا مش هتكون معلومه جديده اللي انا بقولها لحضراتكم، اللي هي بتتعلق بايه؟ بتتعلق بان مثلا سعد سمير كان يحق له الانتقال لاي نادي بعد رفع اسمه من القايمه بعد اصابته في وتر اكيليس، فبالتالي كان هو فري، وكان في زي مثلا نقول ايه خطا اداري غير مقصود حصل نتج عنه ان اللاعب يكون فري. فكان طبيعي جدا ان اللاعب يفكر انا اشوف بقى مصلحتي على غرار ايه اللي بيحصل اليومين دول، وعلى غرار ايه اللي احنا بنشوفه الفتره دي، اشوف مصلحتي النادي اللي هيدفع لي اكتر، مين النادي اللي هيدفع لي اكتر واروح له، تمام. وما كانش حد هيقدر يلومه ولا حد يقول له انت ايه اللي انت بتعمله ده، لان هو لاعب فري، لاعب مش على قوه النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان احد الاداريين في النادي الاهلي ودى العقد للاعب علشان يمضيه، على ان هو مش فري، على ان هو مش فري، لكن اللاعب كان مدرك تماما وعارف انه يحق ليه التوقيع لاي نادي اخر. الكواليس خلي بالكم اللي انا بقولها لكم دي مش هتسمعوها في حته ثانيه خالص يعني. فخد العقود اللاعب روح بيها البيت، عقود فاضيه يعني، العقود ما فيهاش اي مثلا ارقام او اي بنود او اي حاجه، عقود على بياض، عقود فاضيه، خدها وروح بيها البيت. فبعض ممكن كان تخيل ساعتها ايه من المقربين او من الموقف ان كده سعد خلاص يعني، سعد ممكن يمشي او ممكن ان هو مش هيجدد مع النادي الاهلي او هيستغل الفرصه من الاخر يعني. لكن اللي حصل كالتالي، اللاعب خد العقود روح بيها البيت، طلع العقود، اول ما طلع البيت وقع سعد سمير، سعد سمير وقع على كل النسخ، عقود على بياض، عشان المقوله اللي طالعه دلوقتي لا انسى بقى احنا في عصر الاحتراف. اه طبعا احنا في عصر الاحتراف، ما حدش يقدر يقول حاجه غير كده، لكن ايضا الاحتراف ساعات بيبقى مصحوب بانتماء عادي. فاللاعب من نفسه من غير ما يتكلم في مبالغ ماديه اطلاق، وانا بقول لحضراتكم معلومه مؤكده، ممكن سعد دلوقتي لو مثلا بيسمعنا يتفاجئ باللي احنا بنقوله ده، لكن اللاعب مضى العقود على بياض وطلب الاجتماع بالكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق، تمام. وهم كمان كانوا حريصين على كده، لان الناس عايزين سعد يكون موجود لانه ابن من ابناء النادي الاهلي، ومتوسمين في خير كبير ان هو يكون كادر مهم داخل النادي الاهلي بعد عمر طويل في الملاعب باذن الله تعالى يعني. فاتفقوا على الميعاد اللي يجتمعوا فيه علشان يتفقوا على العقد الجديد بتاع سعد سمير، المده قد ايه، المبلغ هيكون قد ايه، الامور هتمشي ازاي. راحوا اجتمعوا، ده خلي بالك بعد فتره كبيره كان، او يعني خليني اقول تحديدا شهر كان يحق لسعد ان هو يوقع لاي نادي، هو فري دلوقتي، وجاله مكالمات قد كده انا متاكد، وعروض بمبالغ كبيره. وراح اللاعب قعد مع الكابتن سيد وقعد مع الكابتن امير توفيق، اول ما قعدوا سعد طلع العقود من شنطته، اتفضلوا يا جماعه، ايه ده يا سعد، دي العقود منضيه، دي العقود منضيه، اللي بيشكك في كلامي يا جماعه يرجع يسال، مفيش اي مشكله، انا بس بحاول اجيب لحضراتكم الجزء الايجابي او الجانب الايجابي من الانتماء ومن حب اللاعبين للنادي يعني. فاتفاجئوا، ايه ده العقود منضيه، طب احنا ما اتفقناش على حاجه، قال لهم يا جماعه انا عارف انتوا هتقدروني ازاي. مش هقول لك ان بعديها ما اتكلموش، لا طبيعي ان هم يتكلموا، لكن المبدا نفسه كان ايه؟ المبدا نفسه ان انا مضيت العقد على بياض، وان انا حريص في عز ما انا يحق لي ان انا انضم لاي نادي، وفي عز العروض الكتير اللي بتجيلي بمبالغ اكتر من اللي ممكن اخدها في النادي الاهلي، لكن انا كنت حريص على النادي ده، حريص على استمراري عشان جمهور النادي ده وعشان اسم النادي الاهلي لوحده بيضيف، تمام. ده موقف من ضمن المواقف المهم. عشان اقفل حته سعد كمان، من ضمن الحاجات
المعلومات المهمة إن سعد سمير بعد كأس العالم من اللعيبة اللي جالها عروض رسمية للانتقال لأحد الفرق في الدوري المصري هو ومحمد الشناوي من الآخر يعني بيراميدز عشان ما نقعدش نجمع بيراميدز. أنتوا عارفين إن بيراميدز كان عرض على الشناوي عرض كبير بعد كأس العالم وتألقه في كأس العالم في الحقيقة، وقال الكلمة بتاعت النادي الأهلي، النادي الأهلي تمسك، لكن ما كانش معلن أول البعض إن العقد ده أو الفاكس اللي اتبعت كان برضو فيه اسم سعد سمير، إن هم عايزين سعد سمير يبقى موجود. كان ساعتها اللاعب مخير او عفوا ساعتها اللاعب غير مخير، يعني انت كنت مرتبط بعقد مع النادي الاهلي لسه ممتد فيه سنه ونص او اكتر، كان فيه اكتر كمان من سنه ونص او سنتين، فانت خلاص قررت على النادي الاهلي، لكن جاله العقد مرتين من بيراميدز ومع ذلك ساب قرار النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي تحسب له ان هو لما كان مخير انه يمشي فري مفيش اي مشكله، لا اختار ان هو يجدد مع النادي الاهلي ويمضي عقد جديد على بيض. دي جزئيه من الجزئيات المهمه جدا، وخليني اقول لحضراتكم مش هخفي على حضراتكم سر بقى مهم قوي، ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه يعني بالنسبه له سعد ده حاجه مهمه ككادر في النادي الاهلي، لانه عارف شخصيه اللاعب بشكل كويس جدا وعارف عقليه اللاعب، لان العقليه يا جماعه هي اللي بتفرق. نفس الحال بالنسبه لمستر ريني فايلر في الجانب الفني كمان، بالنسبه له سعد من اللاعبين اصحاب الركائز الاساسيه في التشكيل يعني. فاحنا في العموم نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع. دي بعض الكواليس بالنسبه لسعد سمير وبعض التضحيات المهمه اللي ضحى بيها لاعب من ابناء النادي الاهلي في اطار حكايتي لحضراتكم على الشق الايجابي والجانب الايجابي لبعض اللاعبين بعد المواقف الاخيره الغير ايجابيه في الحقيقه اللي احنا كنا بنتابعها على مدار الاسبوع اللي فات. لكن خلينا نروح بقى للشناوي وحربط ما بين الاثنين في الاخر، سعد والشناوي، وانا لما بتكلم عنهم لان الناس دي يا جماعه لازم تاخد حقها. زي ما بنقول في ناس اتصرفت تصرفات سلبيه من وجهه نظرنا ولهم كل التقدير والاحترام، رمضان ليه الحق انه يمشي براحته، ما عندوش عقد مع الاهلي، شريف اكرامي براحته وليه وجهه نظر وليه تحترم وكل حاجه، وما نقدرش يعني ان احنا نتجاوز في اي حد لان ده مش اسلوبنا طبعا. لكن احنا بنعرض الحقيقة زي ما قلت لحضرتك. لكن هروح بقى للشناوي. الشناوي بعد كاس العالم جاله عرض بعقد كبير جدا جدا من بيراميدز اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي، واللاعب رفض او مش رفض، اللاعب قال القرار بتاع النادي الاهلي، انا عن نفسي كلاعب عايز ابقى موجود في النادي، انا عن نفسي كلاعب حابب ان انا ابقى موجود في النادي لان ده بيتي، في اغراءات فيه بس النادي ده هيقدرني كده كده، ممكن يبقى فيه فرق في المبالغ بس ده النادي بتاعي، ده البيت اللي انا اتربيت فيه. فقال لك ايه ساعتها؟ قال لك لا انا القرار بتاع النادي الاهلي، الاهلي عايزني انا موجود، الاهلي مش عايزني خلاص انا بقى اشوف انا هعمل ايه. هل ده العرض الوحيد اللي جه للشناوي؟ لا، الشناوي جاله عروض كتير جدا، عشان ابقى صريح مع حضراتكم، بعضها رسمي وبعضها عن طريق وكلاء، والوكلاء لما هتيجي تتكلم مع حارس بحجم وامكانيات محمد الشناوي هيبقوا في ايديهم عرض مؤكد، تمام؟ فالعروض كان ممكن هو يعمل ايه؟ مثلا زي بعض اللاعبين اللي حضراتكم عارفينهم اللي عملوه مثلا ضغطوا على النادي الاهلي. مثلا ممكن تمرد بشكل او باخر كلام من ده عشان اضغط على النادي وافق بقى، يعني انا عايز امشي، انا عايز اروح، ما اسيبش او ما يبقاش في اتفاق ما بيني وما بين النادي او حاجه يعني في الاطار ده. لكن في كل الاحوال لما جاله العروض تمام؟ الراجل ما حاولش، ما ضغطش خالص، واخرهم عرض كان من قريب جدا. وعرض باضعاف اللي بياخده محمد الشناوي. حابب يبقى موجود، منتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي. فقال انا اي عروض، بالعكس كمان ده هو جدد عقده مع النادي، مش بس قال انا سايب الموضوع للاهلي، لا طب انا ممكن بقى كلاعب دلوقتي انا بيجي لي عروض وانا في اعلى مستوياتي الفنيه وانا جامد قوي قوي قوي، فاول ما يجي لي عقد خلاص النادي مش عايز يمشيني، طب لا انا هستلم عقدي بتاعي يخلص وامشي بقى، انا حر بقى امشي فري. لكن لا بالعكس ده هو جدد للنادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي كافئهم ببيان. وفي الحقيقه هم مش مستنيين مكافاه. لكن اللي حضراتكم شايفينه على الصوره ده هو بيان النادي الاهلي بعد تجديد تعاقد سعد سمير ومحمد الشناوي ابناء النادي الاهلي دون مماطله. برضه عشان ابقى صريح مع حضراتكم، حقق اي لعيب ان هو يتكلم، طب لا معلش خليها لي كده شويه، طب ننزل شويه نطلع شويه، ده طبيعي في التفاوض وموجود، موجود مفيش مشكله. لكن المبدا نفسه كتقدير للنادي
وكأن النادي كمان بيقدر اللاعبين دول، فعندهم حسن النية الاستمرار مع النادي الأهلي رغم العروض والمواقف السانحة بالنسبة لهم إن هم يمشوا سواء سعد أو الشناوي، لكن النادي كافئهم ببيان واتكلم عن تجديد تعاقد الشناوي 5 سنوات وسعد سمير 3 سنوات. يعني مثلا سعد عنده 31 سنة، ان انت تجدد له 3 سنين يبقى انت الراجل ده انت متمسك بيه، لو يعني ان شاء الله باذن الله يقعد اكتر من 34 سنه 35 يبقى موجود باذن الله تعالى ولاعب بقدرات جيده وبشخصيه ممتازه، يبقى واضح ان النادي متمسك بالجانب ده يعني. فبالتالي اللاعب موجود والشناوي كمان موجود وكافئهم النادي ببيان مميز، واتكلم فيه في بعض الامور. قال لك سعد سمير والشناوي لم يستغرقوا وقت وكانت هناك استجابه سريعه وتقدير منهم للنادي لرغبه النادي في استمرارهم. سعد ضرب المثل والقدوه في الاخلاص للنادي انه لم يكن مقيدا في قائمه الفريق، ده البيان الرسمي بتاع النادي الاهلي لظروف الاصابه اللي لحقت به، ولكن كان موقفه ايجابي للغايه ولم يلوح باي شيء سلبي رغم احقيته ومحدش يقدر يلوم. نفس الحال بالنسبه للشناوي، ان ما كانش فيه شروط ولا حاجه، كان في بعض الطلبات الطبيعيه جدا، والنادي الاهلي بيقدر الحاجات دي وبيقدر ابنائه بشكل كويس، علشان كده المظهر خرج بالصوره اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، الصوره اللي احنا تعودنا عليها داخل النادي الاهلي. في البعض بياخد طريق ممكن يكون بالنسبه للجمهور ده اللي ليه حق على اللعيبه دي مش مناسب، والبعض بياخد الطريق الايجابي عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر كمان النادي الاهلي. طيب انا عايز دي طبعا قصه الشناوي وسعد سمير و الجوانب الايجابيه اللي لازم احكيها لحضراتكم. انا عندي لسه في فقره الترند معلومتين مهمين جدا هتكلم فيهم، بس هروح لفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا.